بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا متابعين الكرام استمرارا لمتابعة الفيديو الذي نزل صباح اليوم باعتداء اثنين كويتين على شاب مصري الهجرة توضح حقيقة فيديو الاعتداء على شاب مصري بالكويت وتعلق أن الفيديو مكتزأ لكن قبل ما نروح لتفاصيل الخبر ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكوا كل جديد الهجرة توضح حقيقة فيديو الاعتداء على شاب مصري بالكويت وتعلق أنه مكتزأ أكدت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن الفيديو المتداول عن الاعتداء على شاب مصري بدولة الكويت في أحد المحال التجارية مكتزأ ولا يشمل كافة تفاصيل الحادث الذي وقع في اشتباك بين أطراف الواقعة عقب التعدي وأوضحت الوزارة أن الواقعة تعود إلى شجار نشب بشأن منتجات في محل لعب أطفال انتهت بالاعتذار للمواطن المصري وأضافت الوزارة أن الشابين الذين قاموا بالاعتداء على الشاب المصري في مقر عمله على خلفية الشجار هما قيد الاحتجاز والتحقيق بالمخفر واختتم البيان بأنه احتراما لطلب المواطن المصري فلن يتم الاعلان عن البيانات الخاصة به يبقى الفيديو بتاع صباح اليوم الهجرة توضح أنه مكتزأ وتعلق مجتزأ ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته